التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، وتواصلنا يستمر في هذا الصباح يسير شوطنا السابع عشر الخاص بالأبكار الحقايق. نبدأ بالمقدمة ونتابع الصدارة والمركز الأول، نتابع هنا ونتطلع على المقدمة الأولى، هذه هي المسيطرة على المقدمة. محنا محمد بن خميس بن مصبح بن بدر العليلي اللي يحتل البداية والمركز الأول، بيرم الغدوم مع المركز الثاني، وهذه وصفة سعيد بن عبد الله بن ياعد الحميري، بينما في المركز الثالث، هذه سمحة سهيل بن رملي بن محمد العامري يحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع، أشوف الوصول والغدوم من قبل اللي هي مشاهدين الأعزاء ملوح غدير بن علي بن سعيد الكتبي يحتل المركز الرابع، بينما في المركز الخامس، هذه هي تتقدم وتاتي اللي هي وبر مصبح بن محمد بن عبد الله بن عمير الغفلي يحتل المركز الخامس، بينما في المركز السادس هذه تتقدم نجود حمد بن جمع بن خادم الرميثي، بينما في المركز السابع، هذه هي نشحة لطالب سعيد مرزوق الوهيبي يحتل المركز السابع، بينما في المركز الثامن هذه تتقدم حشيمه لسالم بن عبيد بن سيف الرايحي العليلي يتقدم مع المركز الثامن، بينما في تاسع المراكز هذه تتقدم الشايب لمحمد بن علي بن سالم القزيعي الكتبي، وعاشر المراكز هذه هي النصيبه لمحمد بن حمد بن سالم الكتبي. هكذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام نتيجتنا للعشر المراكز الاولى، وهنا لمسامعكم هذه الاسماء، ولكن عوده من جديد، عوده الى الصراع، عوده الى التحدي والنزاع اللي يدور على المقدمه الاولى. ما شاء الله وتبارك الله، وهذه هي سمحه على المقدمه الاولى وعلى المركز الاول، هذا هو الشعار اللي يمثل هاللوغن بالفعل اللي يتقدم على مقدمه الشوط اللي تابعنا له انجازات قويه في هذا الموسم في الدولة وخارج الدولة. يا أبو سالم ها هو يتقدم ويقدم لنا مشاهدين الأعزاء سمحة سهيل بن رملي بن محمد العامري اللي مسيطر على المقدمة، بينما في المركز الثاني وصفة لسعيد بن عبد الله بن ياعد الحميري مع ثاني المراكز، والمركز الثالث، واصلة الوجود لحمد بن جمعة بن خادم الرميثي يتقدم نحو المركز الثالث، بينما في المركز الرابع ناصية علي بن راشد بن علي الكتبي، وخامس المراكز وصلت الحذرة علي بن محمد بن غصر العامري واصل بقوة، ولكن بالرملي المسيطر على المقدمة، على البداية الأولى في هذه اللحظات، في هذه المسيرة، في هذا التجمع ما بينها الأسماء والشعارات القوية، وسمحة وسمح الله دروبك يا سمحة، الله واصلين للطلايب يا ابو سالم، الغلاف الجوي الاخير، المنافسه الاخيره، السلام يحتار ما بين هؤلاء الاسماء القويه، ولكن وصفه يا وصفه ايضا الحبيه، هذه هي المسيطره، على المركز الاول على البدايه الاولى في هذه اللحظات، لابن ياعد اللي يسيطر سعيد بن عبد الله بن ياعد الحميري، ولكن شوف من الجانب الاخر، شوف هناك اللي تسللت وغيرت الناصية علي بن راشد بن علي الكتبي، سلالتي ناصي اللي تنصى الى الفوز الى الانتصار، الله على الاداء المثير، على الرقص الجميل على البداية الأولى والمقدمة، سلام لعلي بن راشد بن علي الكتبي، هذه هي ناصية تنفرد بناموس هذا الشوط، لحظة وصولها إلى خط النهاية محقق الفوز والانتصار، بينما وصلت في المركز الثاني وصفة بشعار أيضا سعيد بن عبد الله بن ياعد الحميري، المركز الثالث كان الوصول من نجود لحمد بن جمعة بن خادم الرميثي. هكذا مشاهدين الأعزاء
ومتابعين الكرام النتيجة للثلاث المراكز الأولى. التوقيت الزمني عطنا التوقيت الزمني الذي تدون 6 دقائق و4 ثواني. تهانينا وناموس مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام لمالك ناصية علي بن راشد بن علي التبي. تهانينا وناموس لجميع الفائزين.